بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد مش قلت في الفيديو ده، خلينا نرجع لورا شوية أيام ما كنا بنتكلم عن الداج. احنا اتكلمنا عن الداج كتير، عن النتورك بتاع الداج والداج بتوفر لي ايه وازاي اتعامل معاها، وعملنا كام لاب يعني في الداج. فخلينا نتكلم النهاردة عن حاجة ايه متعمقة شوية في الداج. هنتكلم على مستوى الداج على مستوى الداتا سنترز. بمعنى ايه؟ بقى انا هفترض السيناريو الاتي كده، بنت كده. انا هفترض ان انا عندي تو داتا سنترز، الاثنين متوصلين ببعض ايا كان توصلين ازاي، في كونكشن بينهم اهو. عندي تو داتا سنترز، دي السيرفر بتاعت الاكس تشينج. هنفترض يعني ان دي السيرفر، كل دي سيرفرات اكس تشينج الاربعه دول، اي اكس هات، كل دي اي اكس، كل دي اكس تشينج سيرفر، والأربعة دول كلهم في داج واحدة، كلهم في داج واحدة. هما طبعا في لوكيشنز مختلفة، بس كلهم طبعا نفس الاكتف دايركتوري، متوصلين بعض وشايفين بعض كنتورك، وكلهم جوين نفس الدومين. تمام. فأنا دلوقتي الأربع سيرفرات دي، الاختلاف في اللاب ده أو في الشرح ده يعني عن أي حاجة فاتت قبل كده، إن في تو داتا سنترز. فالسيناريو أو الحاجة اللي إحنا عايزين نوصل لها بتفترض الآتي: ده البرايمري داتا سنتر وده سكندري داتا سنتر. انا هفترض ان حصل الاتي، طبعا كل دول قلنا ايه في داج، يعني كل دول في داج، كل دول ايه في داج، وفي حته كمان ان الويتنس سيرفر هنا، ده الويتنس سيرفر. الويتنس سيرفر موجود فين؟ في البرايمري داتا سنتر. المفروض لو حصل اي مشكله في السيرفرات دي او الداتا سنتر ده ولع، هيحصل ايه؟ هيحصل ان انا، هل هيحصل اوتوماتيك فيل اوفر؟ من الاخر كده ممكن نتكلم عن الداج، لازمه الويتنس سيرفر ايه يعني؟ وانا بكلمك الداج، الويتنس سيرفر لازمته ايه؟ لازمته ان يحصل اوتوماتيك فيل اوفر لو حصل مشكله في السيرفر اللي عليه الداتابيز المونتد. تمام. يعني افترض ان عندي السيرفر ده عليه الداتابيز الاكتيف، وقع ده السيرفر ده، بس وقع ده، هو السيرفر ده شت داون، اتقفل مره واحده، ويندوز ضرب او حصل اي حاجه، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان الويتنس سيرفر الاكتيف مانجر المتحكم يعني في المونتد داتابيز، هيشاور على مين؟ هيشاور على الداتابيز اللي هي على اللي هي الباسيف، اللي هي على السيرفر التاني ايا كان بقى هو مكانه فين. تمام. طيب انا افترض بقى ايه؟ ان الداتا سنتر ده كله ولع، الداتا سنتر ده كله ما عادش موجود، يبقى فيه مين؟ ما فيه الويتنس سيرفر. ففي الحاله دي انا مش هيحصل اوتوماتيك فيل اوفر. ليه؟ لان المسؤول عن الاوتوماتيك فيل اوفر نفسه اللي هو الويتنس سيرفر ده وقع. فانا هاجي اضطر اعمل ايه؟ هضطر اعمل سويتش اوفر مانيوال. يعني ايه؟ يعني هاجي هنا، بص اللاب بتاعي ده، اللاب بتاعي ده فيه سيرفرين اهم، السيرفرين دول ايه؟ جوه داج، داج عادي خالص اهم، اكس 1 واكس 2. تمام. فرضا السيناريو اللي انا بتكلم فيه ده حصل، ان الداتا سنتر ده وقع والويتنس سيرفر موجود جواه، فالويتنس سيرفر دلوقتي ايه؟ ما عادش موجود. فبالتالي الداتابيزز دي كل الناس طبعا هتبقى ريس ماونتد. ليه؟ لان اصلا الويتنس سيرفر اللي بيعمل اوتوماتيك فيل اوفر نفسه وقع، فالفيل اوفر الاوتوماتيك اللي هو بيعمله انا هعمله مانيوال. هعمله مانيوال ازاي؟ هاجي هنا على سيرفرز، واقوم واقف على فرضا ده سيرفر اللي هو لسه موجود، هاجي هنا واعمل ايه؟ سيرفر سويتش اوفر، وهاجي هنا طبعا اوتوماتيك، لا ولا اسمها سبيسيفاي انا سيرفر، لا انا هسبيسيفاي السيرفر، واجي هنا مشاور له على السيرفر اللي انا عايز ايه؟ يخليه هو يبص على، يخليه الداتابيز تبقى ماونتد عليه او اكتف عليه. تمام. يعني انا هنا بص داتابيزز اكتف علينا سيرفر اي اكس 2، لا افترض اي اكس 2 ده وقع، فانا هاجي على ده واعمل سوري، هاجي على ده واعمل سويتش اوفر، واجي هنا ابراوز واقول ان هي على اي اكس 1، اقول له سيف، هيخلي ايه اهو كده خلاص. لو جيت ابص هنا على الداتابيزز واقول له ريفرش، هلاقي بقت اكتف على مين؟ على اي اكس 1. تمام. فانا كده عملت اللي المفروض يعمله مين؟ الاكتف مانجر، لان هو واقع. طيب انا دلوقتي حصل ايه؟ حصل
كده حصل ان البريك داون، العطل اللي حصل في الداتا سنتر ده اشتغل، يعني كل حاجه رجعت زي ما كانت. تمام، انا دلوقتي قايل ان الداتا بيز تبقى اكتف على مين؟ قال اللي عمل كده مانيوال، تبقى على السيرفر، السيرفرات اللي هنا اللي هي كانت باسيف. تمام، اللي هي كانت باسيف. طيب ده لسه قايم دلوقتي، اول ما بيقوم هو سنار بيفترض كده، يعني اول ما بيقوم النتورك كونكتيفيتي حصل فيها مشكله، او بمعنى اخر النتورك كونكتيفيتي مش بترجع اول ما الباور يرجع للداتا سنتر ده، اول ما الباور يرجع للسيرفر ده الداتا النتورك كونكتيفيتي مش بترجع في لحظتها على طول، بتقعد شويه. ففي الوقت ده الداتا بيز اللي هنا هتقوم، هتلاقي ايه؟ هتلاقي نفسها مش متكونكت على اخواتها هنا. خلي بالك هنا فين؟ هنا داتا بيز ايه؟ ماونتد. الداتا بيز اللي هنا ايه؟ ماونتد. في حين ان هنا لما اللي هنا قامت مش عارفه ايه؟ في مشكله في النتورك، مش عارفه تكونكت على اخواتها اللي هنا، تشوف هل في داتا بيز اكتف على السيرفر دي ولا لا. لما قامت الويتنس سيرفر عامل ايه؟ الويتنس سيرفر عنده، فالويتنس سيرفر مش شايف ان في ولا سيرفر الداتابيز عليه ماونتد، فقام عامل ايه؟ قام عامل ماونتنج لكل للداتابيز اللي هنا، كل الداتابيز اللي هنا بقت ايه؟ بقت هي اكتف. بقى انا عندي دلوقتي مشكله، لما النتورك اللي ترجع هيحصل ايه؟ هيحصل ان في داتابيز ماونتد هنا، نفس الداتابيز نفس الكوبي اكتف على ده واكتف على ده. طبعا ده غلط، ده المفروض ما تحصلش يعني. طيب تاني، ببساطه شديده جدا، تو داتا سنترز، واحد الكهرباء فيه فصلت، والواحد ده الويتنس سيرفر معاه، فالويتنس سيرفر بيعمل ايه؟ بيعمل اوتوماتيك في لوفر، فاللي بيعمل الويتنس سيرفر انا هعمله، ده ما عادش موجود دلوقتي، الويتنس سيرفر مش موجود. فانا هاجي هنا على السيرفرات اللي هي شغاله واقوم اعمل عليه كده، اقول ام سوري، واقوم اعمل كده سويتش اوفر كده، بما ان هم في داج كلهم في نفس الداج، واجي اقول له حضرتك اي اكس 1 ده اي اكس 2 ده وقع، تعال هنا انقل كل حاجه على اي اكس 1. اجي هنا الاقي ايه؟ كل حاجه اتنقلت على اي اكس 1. تمام، اللي هو هنا، اللي هو في السر، اللي هو هنا اي اكس 1 مثلا، كل حاجه اتنقلت فين؟ على السيرفر ده. طيب حلو قوي، بعد كده السيرفر ده الداتا سنتر ده الباور رجع له تاني، اللي هو البرايمري داتا سنتر اصلا الباور رجعت له تاني، والويتنس سيرفر موجود جوه اصلا، الويتنس سيرفر موجود في نفس الداتا سنتر ده. لما الباور يرجع للداتا سنتر ده النتورك كونكتيفيتي ما بترجعش في نفس الوقت، تاخد لها وقت، او فرض النتورك وقعت، النتورك لسه فيها مشكله اللي هي الكونكتيفيتي ما بين التو داتا سنترز، فالويتنس سيرفر لما قام عمل ايه؟ خلى الداتابيز اللي هنا ايه؟ ماونتد. ليه؟ لان هو مش شايف ان في سيرفرات تانية الداتابيز دي اكتف عليه، لان ما ينفعش يكون نفس النسخه الداتابيز ماونتد على تو سيرفرز، ده ما ينفعش، هو لازم واحده بس، نسخه واحده بس اكتف والباقي كلهم باسيف. يعني انا عندي المفروض يكون عندي نسخه واحده بس اكتف ولحد 15 نسخه باسيف، بس لازم كلهم يكون باسيف، ما ينفعش الداتابيز يبقى اكتف على تو سيرفرز. فالوتن السيرفر لما يقوم ومفيش نتور كونكتيفيتي، مش عارف يكونكت على دول ويعرف ان في هنا ايه داتابيز بقت ماونتد على في الداتا سنتر التاني، فيقوم عامل ايه؟ يقوم قوم دول، يخلي دول اكتف. المشكله الكبيره تحصل امتى بقى؟ لما النتورك ترجع تاني، لما النتورك ترجع هيحصل ايه؟ لما النتورك ترجع هلاقي ان الداتا بيز اكتف هنا والداتا بيز اكتف هنا. شفت المشكله حصلت في ايه؟ ان الداتا بيز اكتف هنا والداتا بيز اكتف هنا. طبعا ايه؟ المفروض ما يحصلش، لان الداتا بيز لو جيت ابص كده هتبقى ماونتد على واحد وباسيف، يعني باسيف هنا واكتف هنا، لازم كده، ما ينفعش الاثنين اكتف، احصل مشكله. ايه المشكله بقى اللي بتحصل لما يكونوا الاثنين في السناب ده، يكون الاثنين ماونتد على ماونتد في نفس الوقت؟ بيحصل حاجه اسمها، صح، حاجه اسمها سبليت برين سيندروم. سبليت برين يعني المخ المقسوم. المشكله دي ليها حل، اللي هو احنا المفروض اصلا نتكلم عنه، بس انا بشرح لكم بس بقالنا 10 دقايق بنشرح المشكله اصلا ايه. هنلاقي بقى حاجه في الداج بروتوكول اسمه داك، داتا سنتر اكتيفيشن كوردينيشن. وانا جبت كده نوت باد داك داتا سنتر
اكتيفيشن كوردينيشن داتا سنتر اكتيفيشن كوردينيشن. هذا البروتوكول اللي هو الداك ده بقى لما انا اعمل له انيبل هو بيكون باي ديفولت ديسيبلد، بس ريكومندد في كام حاله كده نقول دلوقتي ان هو يبقى انيبلد. الداك ده بيعمل ايه؟ الداك ده بيعمل الاتي، بيكون عندي طبعا لما يكون عندي داج اللي هي الداج العاديه بتاعتنا بقى، بيكون عندي ايه؟ بيكون الاكتف مانجر هو اللي بيحدد، بيشاور على طبعا البرايمري اكتف مانجر بيحدد، بيشاور على الداتابيز دي تكون بقى اكتف ودي تكون باسيف. طيب لما نكون عامل انيبل للداج، ممكن اعمل انيبل للداك اللي هو ده بس يعني فرق بينهم، لكن ممكن اعمل انيبل للداك بروتوكول داتا سنتر اكتيفيشن كوردينيشن. ده بيحصل ايه؟ بيحصل الاكتف مانجر مش هو اللي بيعمل ماونتنج للداتابيز على طول او بيشاور على الداتابيز اللي هيكون الاكتف، لا بيكون عندي الداك بروتوكول ده بيكون فيه بت يا 0 يا 1، بت يا 0 يا 1. خلينا نبص اقول لكم على حاجه مش كان واضح، خلينا نبص على الدوكس بتاعت مايكروسوفت كانت هنا ايه بتتكلم، وانا شرحت لكم المشكله هو الكلام ده. خلينا نبص ايه الحته بتاعت البتايه هي دي. بص يا سيدي، بقول لك الداك ده اللي هو داتا سنتر اكتيفيشن ده بيكون شغال بحاجه اسمها داك بروتوكول، داتا سنتر اكتيفيشن كوردينيشن بروتوكول، تمام؟ هو بقى اللي بيحل المشكله اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. بقول لك ان الاكتيف مانجر المفروض هو البرايمري اكتف مانجر مسؤول عن الماونتنج بتاع الداتا بيز لو انا عامل داج عاديه مش عامل انيبل للداك جواه. هنشوف بيعمل له انيبل ازاي. بيقول لك الاكتف مانجر بيكون جواه بيخزن بتايه في الميموري، البت في العادي يعني في النظام الثنائي صفر يا واحد مفيش حاجه ثالثه، تمام؟ البت دي هي اللي بتقول للداج، هي بتقول للسيرفر يعني هل هو allowed ان هو يعمل mounting للداتابيز دي عنده ولا لا، يعني الداتابيز تبقى اكتف على السيرفر ولا لا. يعني اخي كده اللي هو اليد العليا في الحته بتاعه mounting databases مش بيكون الاكتف مانجر، لا بيكون البت اللي هو حاطها في الميموري، تمام؟ ده لو انا يعني عامل انيبل للداك، تمام؟ بقول لك ان البت دي هي اللي بتقول للداج هل هو مسموح له ان هو يعمل mounting للداتابيز، خليها اكتف على السيرفر ده على السيرفر ولا لا، تمام؟ طيب بقول لك بقى لو الداج شغاله في الداك مود، كل ما الاكتف مانجر يقوم بيكون باي ديفولت البت دي كام؟ زيرو. ليه؟ يعني باي ديفولت لو الباور رجع تاني، لو انا فرضا عامل انيبل للداك بقى والباور رجع تاني هيحصل ايه؟ هيحصل ان البتايه اللي في الميموري دي باي ديفولت هتكون كام؟ زيرو. باي ديفولت هتكون كام؟ زيرو. معنى كده ان مفيش ولا سيرفر من دول هيعمل ايه؟ هيقدر يعمل ماونتنج للداتا بيز، مينينج ذات مش الاود لاي سيرفر ان هو يحصل له ايه؟ لاي داتا بيز انها تبقى ايه؟ ماونتد. داتا بيز انها تبقى ايه؟ ماونتد. ليه؟ لان هو موجود، لان انت في الداك مود، مين اللي بتحكم؟ البتال في الميموري، واول ما السيرفر بيقوم بتبقى البتال ايه؟ بزيرو، تمام؟ طيب ايه اللي المفروض يحصل بقى؟ اول ما السيرفر يقوم السيرفر هيحاول ان هو يكوميونيكيت مع كل الممبرز اللي معاه في الداج. يعني السيرفرات دي هنعمل انيبل للداج بقى، لو السيرفرات دي قامت الباور رجعت لها تاني ولسه النتورك ما رجعتش هيحاول يعمل ايه؟ هيحاول يكونكت على كل السيرفرات اللي معاه، كل السيرفرات يعني مش بس اللي معاه في نفس الداتا سنتر اللي هو عارف يكلمها على طول، لا هيحاول يكونكت على كل السيرفرات اللي في الداج معاه. لو ما عرفش يكونكت عليها برضه مش هيعمل ايه؟ ماونتنج للداتابيز، بحيث تفضل نسخه واحده بس من الداتابيز هي اللي اكتف والباقي كله ايه؟ باسيف، تمام؟ انا عايز بس هو الموضوع بسيط يعني اديكم تري رائعه جدا يعني تفهم ان الداك كويس جدا. تاني افترض ان انا عامل انيبل للداك والبتايه بتاعت الميموري دي اول ما بتقوم بيبقى ايه؟ بالاكتف مانجر البتايه بتبقى بايه؟ بتبقى بزيرو، بحيث ان مفيش ولا سيرفر يقدر ان هو ايه؟ بحيث الاكتف مانجر ما يقدرش يعمل ماونتنج لاي داتا بيز الا لما السيرفر ده لما يقوم يبص على كل السيرفرات اللي معاه في الداج، لو عرف يوصل لكلهم ما عدا واحد برضه مش هيقدر ايه يماونت الداتا بيز عليه. ليه؟ لان هو في الداج مود ومش عارف يكومينيكيت كل السيرفرات. احنا كلنا بنتكلم في السيناريو احنا بنتكلم فيه ده، تمام؟ طيب خليني بقى نكمل. لازم يكومينيكيت كل السيرفرات اللي معاه في الداج، تمام؟ عشان ايه؟ عشان يلاقي اجابه
الحته دي، ان هو ايه، هل في اي سيرفر تاني البتايه دي عنده بواحد؟ يعني السيرفرات دي لما تقوم كلها بصفر، ده بصفر، البتايه هنا بصفر، تمام. هيحاول يكوميونيكيت، اللي معاه هنا يعرف يوصل له، بس هو لسه معاه في الداج سيرفرات تاني مش عارف يوصلها لما نتورك، لما نتورك ترجع، النتورك رجعت، لما عرف يكوميونيكيت عليها هيلاقي ايه؟ هيلاقي ان البتايه هنا بواحد اللي في الميموري، تمام، والداتابيز اللي هنا هتلاقي مثلا ان البتاي هنا بواحد. فالسيرفر اللي هنا مش هيعمل لونتنج للداتابيز، ليه؟ لان البتاي هنا اللي اداك مخزنه هنا بواحد، معنى كده ايه؟ ان حضرتك، ان السيرفر ده اللي هو ده مش مسموح له انه يعمل ماونتنج، يخلي الداتابيز اللي عليه اكتف. ليه؟ لان هي اكتف في سيرفر تاني. فانا كده حليت الايشو بتاع ايه؟ السبليت برين ده، ان الداتابيز ما تبقاش ماونتد هنا وماونتد هنا، تمام، يا اما هنا يا اما هنا. حلو كده؟ انا بس مش واضح قوي، بس الموضوع يكون واضح يعني، تمام. الحاصل يعني في الاخر ان مش الاكتف مانجر هو اللي بيتحكم على طول. ليه؟ لان لو اكتف مانجر هو اللي بيتحكم على طول هيعمل ايه؟ هو ملوش دعوه بقى، مش عارف، مش هيقعد يبص على كل السيرفرات في الداك كلها، هو شايف من الاخر ان في داتابيز مش شغاله، تمام، ومش عارف يكونكت على بقيه السيرفرات في الداتا سنتر التانيه، فهيعمل ايه؟ هيقوم الداتابيز هنا وخلاص، لان الوتنس السيرفر اصلا هنا معاه، والوتنس السيرفر مش شايف بقيه السيرفرات، فمين اللي هتشاور عليه؟ اكيد ده اللي شغال، اللي هو شايفه شغال يعني، تمام. في الحاله دي لما النتورك ترجع هيحصل ايه؟ ان هنا اكتف وهنا اكتف، فيحصل المشكله بتاعت سبليت سيندروم دي، سبليت برين سيندروم دي، تمام. طيب خلينا نتكلم. طيب هو كده يعني ده ملخص تقريبا للداك واهميتها، بس الموضوع يكون واضح. دي كومنتري في مايكروسوفت يعني، بس اكتب كده ده سنتر اكتيفيشن كوردينيشن في اكس تشينج سيرفر، وهات يعني هتلاقي دي كومنتري على دوكس دوت مايكروسوفت تكلم فيه هذه القصه. خلينا نجرب حاجه، انا هاجي هنا على ده، اعمل جيت داش داتابيز، ايه ده، جيت داش داتابيز افيلابيلتي جروب، رخامة بقى كده، فورمات ليست. خلينا ندور على حاجة، خلينا كده نجيب نوت باد ونيجي هنا ونسلكت بول ونعمل كده ونكبر الكلام ده كله هنا. خلينا ندور على الداك دي، كنترول اف اكتيفيشن، راح فين اهو، داتا سنتر اكتيفيشن كو اكتيفيشن مود اوف، هو باي ديفولت اوف، باي ديفولت اوف، تمام. لكن انت بتستخدمه امتى؟ لما يكون فعلا عندك السولوشن، عندك عامل السولوشن ده داتا سنترز بعاد عن بعض اصلا، يعني في ناس عاملين الداتا سنتر البرايمري والدي ار في نفس اللوكيشن مع بعض، بس ده راك وده راك، يعني عامل مثلا ايه، ربي كان بس يكون واضح، يكون عامل ده، ده البرايمري وده الدي ار، بس الاثنين في نفس اللوكيشن، يعني هو بس كاتب على ده البرايمري وكاتب على ده الدي ار، والاثنين في نفس اللوكيشن، ده راك وده راك بس، تمام. فانت بتحتاج انت لما يكون عندك فعلا تو داتا سنترز بعاد عن بعض ومتوصلين ببعض، والاثنين السيرفرات اللي فيهم في داج واحده، وانت عايز ايه، تحمي نفسك من القصه بتاعه السبليت برين سيندروم دي، تمام. فانت بتعمل ايه؟ بتيجي هنا طبعا انيبل للداك. قبل ما نعمل انيبل للداك خلينا نجرب كام كوماند كده مش هيشتغلوا الا لو عامل انيبل للداك، اللي هم ايه اهم، في ان بالاضافه ان انت بتمنع هذه السندروم دي، في كام كوماند انت مش هتعرف تستخدمهم الا عن طريق ال انت عامل انيبل للداك، اللي هم ايه، خلينا في حته كده ان الداج ممكن يكون ما فيهاش ولا سيرفر، يعني انا كان ممكن اجي انا اول ما عملت الداج دي، طبعا اي داج بتعملها بتكون فاضيه في الاول، بس اسمها داج. لو جيت على المانجمنت شيل ورميت جيت داش داتابيز مانجمنت داتابيز داتابيز افيلابيلتي جروب، سوري، هيجيب لك اسمها بس ما فيهاش سيرفرات، تمام. فالداج بتبدا من كام سيرفر؟ من زيرو، تمام. طيب لو انا جيت ارن الكوماند ده ستوب، وقف لي الداج، انا مش عايز الداج شغال، هاجي هنا ستوب داش داتابيز افيلابيلتي جروب، في انهي سايت؟ السايت اسمه رزق، هو السايت فعلا اسمه كده يعني، اسمها ايه الداج دي؟ الداج دي اسمها احمد. بص بقى بقول لك ايه، سيبك من الورنينج خلاف الايرور ده، انت ممكن ترن الكوماند ده على الداج
لو الداتا سنتر اكتيفيشن مود في الداج السيت تو داج اونلي، داج لما يكون داج اونلي يبقى هو شغال انيبل يعني، تمام. والكلام ده مش متحقق في الداج اللي اسمها احمد، تمام. احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كده جيت داش داتابيز ابريبيتو جروب داش ايدنتيتي احمد وان بايب سيت داش داتابيز ابريبيتو جروب داش اسمه ايه مش فاكر الكوماند، او داش داتا سنتر اكتيفيشن مود. انا عايز اعمل انيبل للداج اكتيفيشن مود داج اونلي، اعمل انتر. يلا يعني تاني بقول انت مش هتحس بحاجه زي دي لو السيرفرات كلها مع بعض في نفس الداتا سنتر، يعني الا هم في داتا سنترز مختلفه والويتن السيرفر مع واحد منهم، ما حصل اللي احنا بنتكلم فيه ده كده. بقيت ايه؟ بقيت تمام. انا جيت هنا تاني قمت عامل هذه الاشياء ده مسلكت اول قمت عامل كده جاي هنا كده كنترول اف اكتيفيشن الاقي ايه داج اونلي كده بقت ايه انيبل. خلينا نعمل كده ستوب داش داتابيس افيلابيلتي جروب انهي سايت سايت اسمه رزق اسمها ايه احمد عايز. بص بقى بقول لك انا في الحاله دي هوقف كل الميل بوكس سيرفرز في الاكتف دايركت سايت اللي اسمه ايه رزق اللي داتابيز افيلابيلتي جروب اللي اسمه احمد. في مشكله انيبل تو اوبن هاندل داتابيز بيكوز كونكشن كورنت فيرفاي. ايه يا ابني انت نايم ولا ايه؟ في مشكله يمكن سيرفيس مش شغاله ولا حاجه، الابلكيشن سيرفيس فيها مشكله. بس لحظه